يسأل عن النخلة إذا كانت في البيت في الحوش وتسقى من مياه الصرف الصحي وتثمر ثمرا جيدا، هل يجوز أن نأكل منه أو نتصدق من هذا؟ لا يجوز أن تأكلوا منها وهي تسقى بماء نجس إلا إذا سقيتموها بالماء الطاهر وتركتم الماء النجس مضى عليها مدة يمكن أن تطهر ثمرتها بالماء الطاهر فلا بأس، أما أن تستمروا على سقيها بالماء النجس فإن ثمرتها متغذية ومتكونة من الماء النجس ولا تطهر بالاستحالة، النجاسة لا تطهر بالاستحالة في مثل هذا. نعم.